الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلاب المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم الجزء الثالث من مقدمة إلى السلاسل الزمنية، الجزء الثالث Time Series Part 3. إن شاء الله يكون يعني فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي، لكن أنصح بالرجوع إلى المقطعين السابقين، الجزء الأول والثاني، حتى تتمكنوا من فهم السلاسل الزمنية من أولها إلى آخرها بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. قدمنا في المقطعين الأول والثاني، واحد واثنين، بعض الأساسيات والمفاهيم الضرورية ومكونات السلسلة الزمنية. ذكرنا ما يسمى مركبة الاتجاه، اللي هي Trend Components، هذه Trend Components مركبة الاتجاه، والمركبة الدورانية Cyclical Components، والمركبة الموسمية Seasonal Components، والمركبة غير المنظمة أو المنتظمة، غير المنتظمة Error or Irregular Components. هذه هي مكونات أي سلسلة زمنية: الاتجاه، مركبة الدورانية، مركبة الموسمية، والمركبة غير المنتظمة أو غير المنظمة. قدمت في الجزء الثاني طرق قياس مركبة الاتجاه، هذه من أهم المكونات المشكلة لأي سلسلة زمنية، مركبة الاتجاه بواسطة طريقة الخط المستقيم ما يسمى line fit، وطريقة أشباه الأوساط semi averages، وطريقة الوسط المتحرك moving average، أو ما يسمى طريقة المصفي الخطي اللي هو linear filter، وطريقة التفريق أخذ الفرق اللي هو differencing. وقلنا بأن مركبة الاتجاه من أهم المركبات، هي من أهم المركبات التي يتعامل معها الباحث نتيجة إلى حاجته إلى جعل السلسلة الزمنية مستقرة. ما المقصود بمستقرة؟ اللي هي stationary، مقصود فيها أن يكون متوسطها ثابت وأن يكون التباين تبعها ثابت، أي بالأخير يعني نتيجة ذلك أي قابل، هذه السلسلة قابل للتقدير بشكل متسق ومنطقي. نقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى ما يسمى دالة الارتباط الذاتي Autocorrelation Function، وطبعا سأبين بعض أشكاله المختلفة. نتابع. سأكون أحبتي بطيئا بعض الشيء حتى تترسخ الأفكار بأذهانكم، لأنه هذا من أهم الدروس التي نأخذها في السلاسل الزمنية. تعرف دالة الارتباط الذاتي أو ما يسمى دالة الارتباط الذاتي النظرية، دال ره دال نون، دال ارتباط ذاتي نظرية Theoretical Autocorrelation Function، أو بالاختصار باللغة الإنجليزية أو اللاتينية TACF Theoretical Autocorrelation Function، أو باختصارا Autocorrelation Function. فإحنا نسميها درذن دالة الارتباط الذاتي النظرية أو بدون النون. هذه تعرف بأنها الاقتران الذي يقيس قوة الارتباط بين البيانات التي تتكون منها السلسلة الزمنية إذا توافرت كل عناصر السلسلة. أن تأتي مقدرات دالة الارتباط الذاتي النظرية درذن، هذه دالة الارتباط الذاتي النظرية تأتي على شكلين، يسمى الأول دالة الارتباط الذاتي للعينة درذع دال ره ذال عين Sample Autocorrelation Function اللي هو SACF، ويسمى الثاني الآن دالة الارتباط الذاتي الجزئي، الشكل الثاني دالة الارتباط الذاتي الجزئي دال ره ذال جيم اللي هو دالة الارتباط الذاتي الجزئي، أو بسمى Partial Autocorrelation Function PACF أو اختصارا PAC. فإذا الآن لدينا درذن ودرذع أو درد ودرد هنا، لكن لابد هنا نون حتى نفهم النظري، هنا نفتح يعني من العينة. تنحصر أي قيمة من درذع دالة الارتباط الذاتي من العينة أو دالة الارتباط الجزئية، أوكي، تأتي الآن هذه الفترة تنحصر فترة أو قيمتها في الفترة المغلقة زائد ناقص واحد أو موجب سالب واحد. صحيح مقصود بذلك انه يعني لا يمكن ان تكون قيمه يعني اي واحده من هذه القيم من داله ارتباط ذاتي، لانها ارتباط ذاتي لا يمكن ان تكون اقل من سالب واحد ولا اعلى من زائد واحد او موجب واحد. تقيس كل قيمه من درذع داله ارتباط ذاتي العينه للسلسله واي سب تي، مثلا
قوة العلاقة بين المشاهدات مفصولة بعدد المتأخرات، إذا هنا مفصولة بعدد المتأخرات داخل الحساب. أما درجة الارتباط الذاتي الجزئي عند المتأخرة في تقيس الارتباط الذاتي بين قيمة السلسلة y sub t والان y sub t زائد k اللي هي يعني الفرق بيناتهم k من المتأخرات lags 3 lags بالحالة k lags بالحالة عفوا k lags. نتابع. في المجال التطبيقي تعتبر التقديرات الناتجة عن درع دالة الارتباط الذاتي من العينة ودال دالة الارتباط الذاتي الجزئية تعتبر تقديرات معقولة ومقبولة لدالة الارتباط الذاتي النظرية theoretical autocorrelation function. تعرف دالة الارتباط الذاتي من العينة رياضيا كما يأتي، هذا الآن التعريف الرياضياتي. هنا دالة الارتباط اللي هو معامل ارتباط عند المتأخرة K ممكن يكون 0 1 2 3 على حسب يعني حجم العينه او حجم السلسله الزمنيه. فالان تبدا من تي تساوي بي، والان سابين لماذا بي هنا الى نون ناقص كي الناقص كي للفرق بين اكس تي ومتوسطه واكس تي زائد كي. الان بعد ما اخذناها ثلاثه يعني ثلاثه الى الامام ثلاث متاخرات الامام مطروح منها الوسط الحسابي مقسم. الآن ممكن نبدأ هنا من بي، سأبين من المقصود بي هلا. فهون بديناها تي تساوي واحد إلى ان، حيث الآن يعني بكون مجموع الفرق مربع الفرق بين اكس تي ووسطها الحسابي. والوسط الحسابي الآن بساوي مجموع اكس تي من تي تساوي واحد إلى ان، الآن مقسم على نون ان اللي هي حجم العينة ناقص بي زائد واحد. الآن في بعض السلاسل الزمنية بتكون هي اصلا مشكله من فروقات بين مثلا يعني لنفترض انه واي تساوي اكس الثانيه ناقص اكس الاولى، اكس الثالثه ناقص اكس الثانيه، اكس الرابعه ناقص اكس الثالثه. وبالتالي الان من اين بدانا بالتفريق؟ فهذه عباره عن بي نون ناقص بي، حيث بدانا حيث التفريق يعني من الثالثه من الرابعه من الخامسه زائد واحد. صحيح بالتطبيق راح أبين إن شاء الله كيف، حيث الآن y ثانية ناقص y الأولى إذن عندي b تساوي 2. إذا كان في عندي هكذا التفريق ليس بالضرورة يكون هنا 2 وشي، لكن بدينا من الثالثة طرحنا إشي من الثانية طرحنا من الأول زائد ما يعني ليس هناك فرق الآن بين الإشارات. المهم هنا y3 y2 y1 y الثالثة y الثانية y الأولى الآن بكون b تساوي 3 بالحالة، حيث ترمز الآن RK اللي هو الآن إلى قيمة الارتباط K تساوي إما واحد أو اثنين أو ثلاث وهكذا. وعلى سبيل المثال لو كان لدينا سلسلة زمنية مكونة من تسع مفردات يعني X الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا، هنا طبعا اللي هن هذا X الأولى الثانية الثالثة إلى التاسعة، فإن الآن هذا الآن معامل ارتباط الثالث سبحان الله، معامل الارتباط الذي يفصل بين المشاهدات ثلاثة متأخرات تساوي من تي تساوي واحد إلى تسعة ناقص ثلاثة. لاحظوا لي هنا في اكس تي سالب اكس بار مضروبة في اكس تي زائد ثلاثة هنا ناقص اكس بار مقسم على مجموع مربع الفرق بين طبعا من تي تساوي واحد إلى تسعة مربع الفرق بين اكس تي واللي هو وسط الحسابي وتساوي الحال عندما نفكك هذه الأقواس من تي تساوي واحد إلى تسعة ناقص ثلاثة، يعني ينتج عندنا هذه الأقواس واحد اثنين ثلاثة وهكذا، بكون طبعا عندي ستة أقواس بالحالة هاي يعني ستة أزواج من الأقواس مضروبة مع بعضها البعض مقسم على هذه القيم، فبطلع عندي طبعا أكس بار بتتذكروا إنه تساوي من تي تساوي يعني مجموع من تي تساوي واحد إلى تسعة اكس تي مقسم على 9 بالحالة هاي. نتابع بالتطبيق العملي بيكون ان شاء الله كله هين باذن الله تعالى. يعرف خطا المعياري لكل ار كي، كل طبعا قيمه معامل ارتباط ذاتي كل قيمه لها خطا معياري لوحده، هذا هو تعريف الخطا المعياري ار كي. ممكن تكون كي تساوي 0 1 2 3 الى الاخير وتساوي بالحاله هاي الجذر التربيعي ل 1 زائد 2 في هذا المجموع من J أو I تساوي واحد إلى K ناقص واحد
GRGOI هنا GOI نفس الشيء نفسه تربيع مقسم عدد التربيع إلى نون ناقص بي زائد واحد وعرفت قبل قليل اللي هو يعني برد بعيدها هلا لكن خلينا هنا إحصائية الاختبار بتكون هذه القيمة قيمة المعامل ارتباط عند الفترة كي على أس هذه القيمة وعرفنا هنا هيترمز بي إلى بداية أخذ الفروق على الديفرنسينج وعلى سبيل المثال ذكرت واي الثاني ناقص الأولى إذا بكون عندي لاحظوا اللي بدينا من 2 و1 إذا بي تساوي 2 هنا واي 2 عفوا واي 3 واي 2 واي 1 إذا بي تساوي 3 لأن بعض السلاسل ها بتكون أصلا مشكلة فقط من حاصل الفروقات أرجو الانتباه نتابع يقيس R3 على سبيل المثال R3 اللي هو R هنا K تساوي 3 يقيس العلاقة الخطية بين مشاهدات السلسلة التي تبتعد عن بعضها بمقدار 3 متأخرات وفي الحالات العادية تستخدم برامج حاسوبية متقدمة في حساب RK لماذا؟ والخطأ المعياري طبعا إحصائيتي لأن الحسابات اليدوية صعبة ومعقدة عندما تكون فقط السلسلة طويلة عندما تكون قليلة من 10 يعني مشاهدات أو أقل أبسط يعني بسيطة جدا أما عندما تكون كبيرة طويلة السلسلة 30 و40 مفردة فبكون معقدة جدا لذلك بيستخدم الحاسوب لنفترض الآن كمثال بأن لدينا السلسلة الزمنية الآتية هذه السلسلة الزمنية تي من 1 إلى 9 إذا 9 فترات زمنية وأكس تي 5 6 7 سالب 5 سالب 1 5 10 25 65 إذا الآن نقيس تحسب دالة الارتباط الذاتي من العينة لنفترض أنها عينة كما يأتي الآن اكس بار يساوي مجموعا على 9 5 زائد 6 زائد 7 سالب 5 سالب 1 زائد 5 زائد 10 زائد 25 زائد 65 قسم على 9 يساوي 13 ار عندما تكون كي تساوي 0 تلقائيا يساوي 1 صحيح يساوي 1 صحيح ارجو الانتباه لذلك لانه ليس هناك متاخرات وبالتالي يرتبط المتاخر المتغير مع نفسه ب 100% اذا واحد صحيح بكون الان ار واحد لاحظوا لي بدينا من تي تساوي واحد وانتهينا هون بتسعة ناقص واحد اذا سيكون لدي تسعة ثمانية ازواج ثمانية ازواج من الاقواس المضروبة فهذه اكس الاولى طبعا بنبدا هون من تي تساوي واحد الى تسعة ناقص واحد في اكس تي سالب 13 للوسط كما حسبناه هنا مضروب في اكس تي زائد واحد يعني اضفنا لها فقط متأخرة الى الامام سالب 13 مقسم على مجموع الفرق المربع بين اكس كل اكس تي ومطروح منها الوسط حساب الكل اوكي وتساوي لاحظوا الان اكس الاولى مطروح منها 13 مضروبة في اكس الثانية سالب 13 زائد هنا اكس الثامنة ناقص 13 في اكس التاسعة ناقص 13 المجموع عفوا المجموع من واحد من تي تساوي واحد الى تسعة اللي هو مربع الفرق بين اكس كل اكس تي والوسط حسابي العينة نتابع طريقة الحساب الان هذه الجدول لدينا من تي تساوي واحد الى تسعة هذه القيم كما ذكرناها قبل قليل خمسة ستة سبعة ناقص خمسة ناقص واحد خمسة عشرة خمسة وعشرين خمسة وستين المتوسط لكل هذه القيم 13 الآن المجموع هنا لاحظوا لي X T في ناقص طبعا مطروح منها متوسط مضروبة في X T زائد واحد مطروح منها المتوسط عندما نضرب هذين القوسين يعني هلأ الأولى هذه X T الأولى أوكي مطروح منها الوسط ناقص 13 مضروب في اكس تي زائد واحد ستة ناقص 13 الكل الان بكون بالحالة هاي بنضربهم مع بعض طبعا سالب سالب بطلع عندي 56 القيمة الثانية الان نفرض انه تي هنا اصبحت 2 اذا هو 3 بعدين 4 هنا 5 هنا 5 هنا 6 وهكذا فطلع بالحالة هاي القيم 56 42 108 256 112 24 سالب 36 و 624 المجموع 1182 هنا الآن مربع الفرق بين XT و XT بار طبعا
تساوي هنا فرق بيناتهم هاي 5 ناقص 13 تربيع 6 ناقص 13 تربيع، فبطلع عندي بالحالة هاي 64 49 36 324 190 64 9 144 2704 بكون المجموع 3590. إذا الآن R الأولى تساوي هذا المجموع كما عرفنا قبل قليل 1182 قسم على 3540، لأن مجموع هذه الأشياء مجموع هذه الأشياء هنا تساوي 0.32. إذا أول معامل ارتباط، يعني العلاقة بين الثانية والأولى 32، كل يعني علاقة بين، إذا أخذنا فقط متأخرة واحدة، يعني إذا كان في عندي 9 أو 10 مشاهدات، العلاقة بين آخر 9 مشاهدات وأول 9 مشاهدات يكون علاقة بتساوي معامل ارتباط بيناتها 0.3292. نتابع البيانات مرة أخرى، هذه البيانات مرة أخرى، هذه طريقة الحساب مباشرة. هنا وضعتها 5، لاحظوا لي هون ناقص 13 مضروبة في 6، لأنه هنا الآن قيم هذه اكس تي، هنا اكس تي زائد 1، هنا اكس تي زائد 2، وهكذا. فخمسة ناقص 13 يعني تطبيق مباشر لهذه العائد. إذا هنا عندما تكون تي تساوي 1 هذه مطروح منها 13. الآن بما أنه هاي تساوي 1 إذا هاي اكس تي تساوي 2، وين اكس تي يعني اكس تي زائد 1 تساوي 2 بالحالة هاي؟ هنا لاحظوا لي اكس اوف تي زائد 1 هنا، وبالتالي 6 ناقص 13 بعدين زائد الآن صارت الآن تي هاي تساوي 2 إذا هاي تصبح 3، وبالتالي 6 ناقص 13 في 7 ناقص 13، وهكذا إلى أن ننتهي. وطبعا هنا مربع الفروقات نجمعها مع بعض بيطلع عندي 1182 مقسم على 3590، وبيطلع عندي الجواب 3292. طبعا قربت قبل قليل، فهي يعتبروها كأنها غير موجودة، أو يعني إذا بتقرب تستطيع التقريب. نتابع البيانات مرة أخرى، هذه الآن البيانات مرة أخرى، لاحظوا لي عليها لا بدي أحسب R3 R2 K تساوي 2. قبل قليل استنتجنا ماذا؟ R1 يعني K تساوي 1 بالحالة هاي، أما الآن R K تساوي 2، وبالتالي بدأنا من T تساوي 1 إلى 9 ناقص 2، لاحظوا لي راح بالحالة هاي، يبقى عندي فقط 7 أزواج مضروب من بعض البعض، فبطلع عندي أكس الأولى أكس الثالثة أكس الثانية أكس الرابعة وهكذا. هنا يعني 1 بعدين هنا زائد 2، لاحظوا لي قبل قليل أرجو الانتباه، هنا هنا زائد 1 أكس تي تي 1 زائد 1، أما هنا الآن لاحظوا لي تي تي 1 تي زائد 1 اللي 2 بصير، فعندي الآن هاي 1 هاي 3 هاي 2 هاي 5 وهكذا. فالآن لاحظوا لي بيطلع عندي المجموع هنا مقسم على القيمة، يعني يعني حطيت على الإكسل يعني مشان أكون صادق استخدمت الإكسل، فكان معامل ارتباط 0.53482 و3 طلعت سالب. لاحظوا لي الارتباط بين المشاهدات بفرق 3 متأخرات كان سالب، هنا كذلك R4 سالب و R5 سالب. هذه هي القيم كما حسبناها على الحاسوب أو الإكسل، الأول 0.329، الثاني موجب طبعا هذا موجب موجب سالب 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 وهكذا. هذه القيم تستطيع أن تجرب هذه أكثر من مرة حتى تأكد. الآن لابد من تركيب أن هذه القيم تقيس العلاقة الخطية بين مشاهدات السلسلة المتعابة عائدة عن بعضها البعض بمقدار المتأخرات التي دخلت في الحساب. ومن صفات الصفات الرئيسية لدالة الارتباط الذاتي نعين أنها متساوية على الطرفين المتأخرة، أي أن RK تساوي R of سالب K. أوكي؟ القيم المطلقة لأي نقطة فيها تكون أقل من أو مساوي الواحد الصحيح، وهي غير فريدة غير يونيك. ممكن أنه يش مقصود فيها وغير فريدة بأن قيم الارتباط قد تتكرر، لكن القيم المطلقة دائما وأبدا أقل من أو يساوي واحد صحيح.
يمكننا تصور معاملات ارتباط محسوبة على بأنها دالة في عدد المتأخرات وحجم العينة. يبين الشكل الآن، هذا الشكل هو دالة ارتباط ذات العين من القيم الخمس. هذه لاحظوا لي كان علاقة موجبة قليلة، لكن طلعوا كيف رأسا يعني من 32 تقريبا إلى خمسة، أقل يعني نص أو زائد نص يعني بشيء قليل، ثم انخفضت سالب. فلاحظوا لي كيف الشكل اللي بتاخذه يعني دالة ارتباط الذاتي الأوتو كورليشن فانكشن، وتسمى مثل هذه الصورة. هذه الصورة تسمى صورة الارتباط أو كوريلجرام. كوريلجرام من كوريليشن جرام اللي هي صورة الارتباط الذاتي. لنتابع، نلاحظ من صورة الارتباط بأن قيمة الدالة تضاءلت بشكل متسارع، فانخفضت من قيمة ابتدائية مقدارها R1 الأولى تساوي 32.329.22 إلى قيمة نهائية سالب فاصلة 257. هذه القيم ثاني مرة، أوكي، وهذه الآن القيم ثاني مرة. فهنا الآن أرجو الانتباه على هذه التمثيل الأوتو كورليشن. هنا هذه الخط المتقطع وهذا الخط المتقطع بيقول لي أنه كل القيم أتت بعد حزمة الأهمية الإحصائية. هنا هذا حزام الأهمية الإحصائية، بمعنى آخر بأن ليس أي واحد منها يتمتع بمعنوية أو بأهمية إحصائية، لكن من الضروري أنه نعرف بالضبط كيف نحسبها وكيف نشكل الدالة، ثم نقوم الآن باستخدام الخطأ المعياري أو عفوا تقسيم يعني قيمة معامل ارتباط مقسم على الخطأ المعياري حتى نتأكد من الأهمية الإحصائية لأي قيمة منها. بس فقط للبيان هنا، لأنه هذه سنستخدمها بالمستقبل حتى نصمم ما يسمى بالأوتوريغرسيف أو الدالة ذاتية الانحدار أو دالة تتكون من أوساط متحركة وما شابه. الآن عرض النقد، هذه مثال عملي من عرض النقد من سنة 2011 لسنة 2020 أو سنة 2021، أخذتها أرباع، لاحظوا لي أشهر يعني الشهر الأول الثاني الثالث، عند 12 شهر بسنة 2011 ثم 12 شهر بسنة 2012 وهكذا، فعندي سلسلة طويلة لا بأس بها، فيمكن لي أن أستنتج منها كثير من الأشياء. الآن هاي معامل دائرة الارتباط الذاتي لعرض النقد في الأردن. طبعا بنك المركز الأردني هو مصدر المعلومة هنا، أرجوك الانتباه، هذا بنك المركز الأردني هو مصدر المعلومة هذه الحقيقية. فعندما قمت بحسابها على الحاسوب طبعا بواسطة برنامج إي فيوز، كانت النتيجة كما يلي، على الأقل بدون ما أبين الأرقام، لكن هذه الآن لعشر متأخرات دالة الارتباط الذاتي أخذتها الآن. طب يعني بدل ما أخذها على شكل مضلعات الآن أخذتها على شكل خط أو منحنى، فهذه الآن القيم حسب ما استخرجتها من برنامج الإي فيو، هذه الآن معاملات الارتباط. هنا بستدل على أنه خط مستقيم، فهذه ليست عشوائية، بمعنى آخر أن السياسة النقدية في الأردن ليست عشوائية، يعني يتدخل البنك المركزي حتى يجعل من عرض النقد ذا نمط معين من أجل أن يضبط طبعا التضخم والأشياء هاي. الآن تعريف الآخر اللي هو تعرف دالة الارتباط الذاتي الجزئي، دال ر دال جيم، دالة الارتباط الذاتي الجزئية باك اللي هو partial autocorrelation عند المتأخرة رياضيا كما يأتي. هذا التعريف الآن R sub KK تساوي RK سالب مجموع من I تساوي 1 إلى K ناقص 1 في R الكورليشن K ناقص 1 مع I، و R مضروبة طبعا في R K sub R sub K ناقص I، مقسم هذا الحكي كله على 1 سالب مجموع from I equal 1 ل K ناقص 1 ل R sub K ناقص 1 مع I مضروبة في R I، بحيث K تساوي 2 3 وهكذا، يعني حتى خاص من عينة.
الآن R صب كي كي تساوي واحد تساوي R واحد إذا كانت كي تساوي واحد. إذا كانت كي تساوي واحد فإن R صب كي كي بتساوي قيمة معامل ارتباط من العينة وليس الجزئي، يعني بتكون القيمة نفسها. الآن R sub KI تساوي R of sub K ناقص 1 و I سالب، لاحظوا كيف الجمع طريقة الحساب تبع سالب R sub KK في R sub K ناقص 1 مع الآن هي ارتباط، لاحظوا لي هون sub sub ها في يعني ارتباط R ل K ناقص 1 و K ناقص 1، يعني هنا ممكن تكون 2 2 3 في 3 4 وهكذا. فالآن طبعا بالحساب راح أبين كيف إن شاء الله. أما الخطأ المعياري وإحصائية الاختبار لكل من كل قيمة من دالت ارتباط الذات الجزئية فهي هذه القيمة ذكر عرفنا به قبل قليل، وهذه الآن طبعا هذا الخطأ المعياري وهذا الآن إحصائية تي. وأرد أذكر الآن بأن بي تساوي كم من أين بدأنا التفريق، هاي عندي الآن الثانية ناقص الأولى، إذن بي تساوي 2 هنا الثالثة ناقص الثانية زائد الأولى أو ناقص الأولى، ليس هناك فرق، بتكون بي تساوي 3 بالحالة هاي. مثال من بيانات المثال السابق اللي هو مثال يعني اللي بدينا فيه أرقام اعتباطية عشوائية. هذه الآن بيانات تي عبارة عن 9 فترات وأكس هذه القيم لأكس. الآن عندي R11 كما ذكرناها R11 تساوي R1 اللي حسبناها من المثال السابق، فلأنه RKK تساوي إذا كانت K تساوي 1 RKK تساوي RK، فلأنه K تساوي 1 إذن R11 تساوي R1 وهي فاصلة 32925. R22 الآن تساوي R2 سالب، طبعا نبدأ هنا من I equal 1 إلى 2 من الحالة هاي عضولي اللي هي R صب 2 سالب 1 مع J وR صب 2 ناقص J أو I أوكي، وواحد ناقص الآن مجموع from J equal 1 للأخير اللي هي R 2 سالب 1 مع J وR J، وتساوي بالحالة هاي لاحظوا لي R 2 اللي هذه تساوي R 2 اللي حسبناها من العادية يعني من السامبل اللي هي دالة الارتباط الذاتي من عينة تساوي R2 حسبناها سالب R1 واحد واحد R1 أوكي. هنا الآن لاحظوا لي هنا استخرجناها بالمثال الأول بتكون فاصلة 0535، هذه القيم كذلك الأمر مستخرج سابقا وبضربها ببعض البعض، وهذه كذلك الأمر طلعناها فبكون بالحالة هاي أو ثاني قيمة معامل ارتباط ال R2 الجزئي اللهم تساوي سالب فاصلة 0.6168. هنا إذن لاحظوا لي فاصلة لأنها الأولى هاي، فإذن R11 تساوي R1 تساوي فاصلة 3292، هنا سالب فاصلة 0.6168. هذه القيم كما استخرجتها من EView هنا القيمة نفسها السابقة، هذه القيمة حسبناها هنا وكانت 0.062 تقريبا هاي بعد ما قربناها وبقية القيم. أوكي الآن التمثيل البياني، هذه الآن قيمة الارتباط أو خلينا نقول دالة الارتباط الذاتي الجزئي partial autocorrelation function، لاحظوا لي هنا المعامل موجب لكنه انحدر رأسا بشكل كبير جدا إلى من هنا من هذه القيمة، هنا في قيمة موجبة محذوفة من هنا عفوا هاي الثالثة الآن وهكذا الرابعة حتى ننتهي من خمس قيم، وبالتالي الآن بتكون هذا الشكل تبعها. هاي أرجو الانتباه لها إنه الآن ذكرتها قبل قليل حزام الأهمية هنا وحزام الأهمية هنا، ما يعني عفوا بتقول لي الدالة إنه هنا لم يتمتع أو ليس لأي واحد من معاملات الارتباط أي أهمية إحصائية، وإن شاء الله سنستغل هذه المعلومة لاحقا في مقاطع المتقدمة. أرجو أن أكون قد قدمت لكم الفائدة
رغم انه المصطلحات كثيره والرسومات كثيره والارقام كثيره، لكن بدها انتباه، يعني تحتاج الى انتباه حتى تتمكن منها حبيبي واخي الطالب حيثما كنت والمتابع. وان شاء الله الى لقاء اخر قريب في الحلقه الرابعه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.